الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم هذا الدرس في الاقتصاد القياسي تحت عنوان الانحدار المتعدد باستخدام المصفوفات Multiple Regression via Ordinary Square with Matrices. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. الانحدار المتعدد باستخدام المصفوفات. قدمت في مقاطع سابقة طريقة تقدير معلمات النموذج الخط البسيط Simple Linear Model بواسطة المربعات السرعة الاعتيادية Ordinary Least Square أو اختصارها OLS، وقدمت كذلك بالتفصيل موضوع المصفوفات Matrices والمحددات Determinants وكيفية التعامل معها. سأقدم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع طريقة تقدير معلمات النموذج الخطي باستخدام المصفوفات مع الأمثلة المناسبة، لكن قبل البدء بذلك لابد من التذكير، وأتمنى ذلك على الطلبة والمتابعين، بضرورة العودة إلى المقطعين اللذين خصصتهما لشرح المصفوفات والمحددات وطريقة حساب المصفوفة المعكوسة، لأن ذلك يعتبر هاما جدا من أجل استيعاب طريقة استخدام المصفوفات بالانحدار المتعدد. مثال: لنفترض بأن الإنفاق الشهري للأسرة YI، الإنفاق الشهري YI متغير تابع يعتمد على دخلها الشهري XI، الدخل الشهري XI هنا الإنفاق الشهري YI، وأن الدالة الخطية البسيطة الآتية تمثل النموذج القياسي الذي يمكننا بواسطته تفسير سلوك الأسرة في مجال الإنفاق الشهري YI عندما يتغير دخلها الشهري XI. هذه الآن هي الدالة الإنفاق الشهري YI، هي عبارة عن دالة في الدخل الشهري، لكن تخيلناها على شكل خط مستقيم YI تساوي A زائد B في XI زائد EI الآن الصغيرة. الآن هذا هو الإنفاق الشهري، هذا الدخل الشهري، وهذان A and B هما المعلمتان المراد تقدير قيمتهما، وأخيرا هذا الخطأ العشوائي. نستكمل. لنتصور المتغير التابع Y بأنه ظاهرة ما، الآن الذي ذكرته قبل قليل فقط للتذكير بنموذج الخط البسيط، وأن هاتين المعلمتين A و B هما المراد قياسهما أو تقدير قيمتهما. الآن سندخل بالمتعدد بطريقة أنا نتصور المتغير التابع Y، متغير التابع بأنه ظاهرة ما يعتمد في تغايرها، في الآن التغاير هذا تغاير هذا المتغير التابع Y يعتمد على عدد K ناقص واحد من المتغيرات المستقلة X. لماذا K ناقص واحد؟ لنعتبرناها عدد K المعلمات بما فيها نقطة تقاطع، فإذا نسينا الآن أو تغافلنا عن نقطة تقاطع مؤقتا فبكون عندي عدد المعلمات المقدر، عدد المتغيرات K ناقص واحد. في هذه الحالة يشكل Y متجها فيكتور من قيم المتغير التابع بأبعاد مساوية لي N مضروب في واحد، N في واحد، وX مصفوفة من المتغيرات المستقلة بأبعاد N ضرب K. يمكن التعبير عن العلاقة بين المتجه Y ومصفوفة المتغيرات المستقلة X على شكل مصفوفة الدالة كما يأتي. هذا الآن Y، هذا فيكتور أو متجه اللي هو المتغير التابع، يساوي X اللي هو الآن مصفوفة المتغيرات المستقلة بأبعاد N في K طبعا بما فيها نقطة تقاطع، زائد الخطأ العشوائي. الآن هذا بيكون أبعاده N في 1، هذا N في K، هذا K في 1، وهذا N في 1. هذا الآن متجه المتغير التابع بأبعاد N في 1، هذا الآن مصفوفة، هذا مصفوفة المتغيرات المستقلة بأبعاد N في K، هذا متجه المعلمات المراد تقديرها أبعادها K في 1، وأخيرا متجه الخطأ العشوائي N في 1. نستكمل الآن. نبدأ من النموذج الخط الذي وضعناه في صيغة مصفوفة. هذا الآن Y تساوي X، طبعا هذه مصفوفة، هذه عفوا هذا فيكتور أو متجه، لكنه شكل خاص من أشكال المصفوفات، فهذا متجه، هذه مصفوفة الآن
NFK هاي الآن متجه وهذه متجه. بنقل متجه الخطأ العشوائي إلى طرف لوحدها، الآن هذا الخطأ ننقله لوحده نحصل على ما يأتي E تساوي Y. طبعا نتحدث الآن عن متجه، متجه مصفوفة ومتجه، بيكون عندي E تساوي Y سالب X في بيتا. منقول المتجه الآن المنقول هو transpose، منقول هذا ينتج E transpose، هاي E اختصار للـ E، طبعا من فوقها شحطة فوقها شحطة، بيكون بالحالة هاي رمز للترانسبوز أو منقول المتجه أو المصفوفة. عند ضرب E transpose منقول المتجه بE قبليا، ضرب قبلي هذا مضروب بها قبليا يعطي مجموع مربعات الخطأ العشوائي كما يلي. هلا E transpose مضروب في E، هذا طبعا بيكون على شكل صف وهنا عمود، لأنه هذا أصلا عمود، عندما أخذنا منقوله نحصل على هذا الصف، نضرب طبعا E في واحد زائد طبعا E في واحد، E في واحد صار E واحد تربيع زائد E اثنين تربيع زائد E ثلاث تربيع حتى نصل E N تربيع، بكون النتيجة النهائية مجموع from I equal 1 لN ل E I تربيع، إذا مجموع مربع الأخطاء. بالتعويض عن E كل E ب X بعفوا Y minus X اللي هي قيمتها الآن، هاي E تساوي Y كفيكتور أو متجه مطروح منه المصفوفة مضروبة في المتجه هذا، إذا منعوض عن إيه بهذه القيمة وعن هذه القيمة يعني اللي هي إيه ترانسبوز منقول إيه بمنقول قيمتها، ينتج ما يأتي الآن بالتعويض عن ذلك، يعني عدت هنا ينتج ما يلي إيه ترانسبوز إيه تساوي Y ناقص X بيتا الكل ترانسبوز كما ذكرت قبل قليل في طبعا E هاي الآن Y ناقص X بيتا وتساوي Y transpose، هي الآن طريقة يعني أخذ منقول ما داخل القوس إلى طريقة خاصة، وأرجو العودة إلى المقاطع التي خصصتها للمنقول المتجهات والمصفوفة وما شابه. فبتكون النتيجة الآن E transpose E يساوي Y ناقص X بيتا الكل داخل القوس transpose مضروب في هذه القيمة E عوضنا عنها Y ناقص X بيتا وتساوي بالحالة هاي E transpose هاي Y transpose الآن هاي حسب قوانين transpose تتغير موقعها بصير بيتا transpose X transpose كما هنا وتبقى هذه كما هي. الآن بفك الأقواس وضرب المصفوفات، الآن نريد أن نفك القوس هنا أو القوسين هنا وضرب المصفوفات المتجهة حسب الأصول نحصل على ما يأتي الآن، هذه القيمة هنا مضروبة بعضها، هذه كررتها هنا، لكن عندما نضرب هذه المتجهات والمصفوفات بعضها ببعض حسب الأصول هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا ينتج عندي هذه النتيجة. كيف؟ الآن هذه الآن التي بدأت منها هي الآن هذه هذا الجزء، والآن عمليات الضرب نضرب Y transpose في Y بيعطينا هذه، والآن Y transpose في X beta بيعطينا هذه القيمة، وbeta transpose X transpose في Y بيعطينا هذه القيمة، وأخيرا X transpose beta لأنه ضرب قبلي الآن بيعطينا هذه القيمة. أوكي؟ بالتدقيق في نتيجة ضرب المصفوفات والمتجهات نجد بأن، وأرجو من الأحبة الطلبة والمتابعين أن يتأكدوا مما أقول، Y transpose X beta وبيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز واي كميتان، هذه كميه وهذه كميه، ها يعني هاتان الكميتان كميتان ثابتتان ومتساويتان. ارجو من الاحبه واكرر الطلبه والمتابعين التاكد بانفسهم من ذلك من اجل التدرب على ضرب المصفوفات والمتجهات. ما يعني بان الان اي ترانسبوز اي لانهم متساويات الان بيعطينا الجواب هنا واي ترانسبوز واي، هذه الآن بما أن هذه الكمية تساوي هذه الكمية إذن تصبح، ولأن الإشارة سالبة هنا والإشارة سالبة هنا هاتان الكميتان متساويتان كما ذكرت، فبصير عندي سالب 2 في بيتا ترانسبوز اكس واي، اخترنا هذه القيمة هذه القيمة عفوا طبعا هنا، وبالتالي بتكون بالحالة هاي هذه القيمة اخترناها لأنهم متساويتان اخترنا بدالها 2 في ترانسبوز. نستكمل الآن.
النتيجة التي توصلنا إليها هي أن E transpose E يساوي Y transpose Y سالب 2 beta transpose XY زائد beta transpose X transpose X beta. هدفنا الآن هو تقليل أو تصغير بنسمي minimization للدالة التي يمثلها حاصل ضرب المصفوفات على أي تقليل مجموع مربعات الخطأ العشوائي، لأن ذكرنا بأن حاصل ضرب E transpose في E بيعطينا مجموع مربعات الخطأ العشوائي، فإذا نريد أن نقلل هذا الخطأ minimization نقلله حسب الأصول، يتحقق ذلك بواسطة المشتقة الأولى لدالة المصفوفة ومساواتها بالصفر كما يأتي الآن. أخذنا المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لكل بيتا، الآن بيتا تتكون من عدد K من المعلمات، البيتا الأولى أو بيتا النوت الأولى الثانية وهكذا. فطبعا اشتقاق المصفوفات إلى أصوله بنلاحظ الآن هذا ثابت يذهب صفرا، عندي الآن تذهب واحدة من هذه الأشياء بيتا بتروح، ويبقى عندي لأنها هون عندي كمان مضاعف، لاحظوا لي بيتا ترانسبوز مضروب في بيتا بعطيه المربعات، فإذا بصير عندي الجواب زائد أو بوزيتيف 2 اكس ترانسبوز اكس بيتا يساوي صفر. الآن لأنه هنا سالب وهنا موجب يمكن نقل هذا الجزء إلى اليمين، الآن بنقل القيمة السالبة إلى يمين التساوي والقسمة على 2 نحصل على أن اكس ترانسبوز اكس بيتا يساوي اكس ترانسبوز واي بضرب طرفي التساوي بالمصفوفة المعكوسة X transpose X inverse هنا. وأرجو الرجوع إلى كيفية الحصول على معكوسة المصفوفة، تكون الناتج النهائي بأن بيتا هات الآن هذا تقدير المعلومات أو المعلومات المراد تقديرها حصلنا عليه ووضعنا هذه الإشارة للدلالة على أنها الآن مقدرة تساوي حاصل ضرب X transpose X الكل inverse مضروب في X transpose Y. الآن نطبق هذه الطريقة على الانحدار البسيط. تعلمنا في المقطع الأول الذي قدمت به الانحدار البسيط بواسطة المربعات السرعة الاعتيادية بأن الصيغتين الآتيتين هما المعادلتان الطبيعيتان للمربعات الصغرى least square normal equation اللي هي مجموع from i equal 1 to n yi تساوي n حجم العينة مضروب في نقطة التقاطع العمودية عفوا الأفقية زائد بيتا أو العمودية عفوا زائد بي بي الآن السلوب اللي هو ميل الدالة في مجموع from i equal 1 to n لأكس i. هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية اللي هي مجموع from i equal 1 to n لواي i اكس i حاصل ضرب المتغير هذا التابع وهذا العشوائي العفوا المستقل العشوائي طبعا يساوي A في مجموع from i equal 1 to n لxi زائد B مضروب في مجموع xi الكل تربيع. لنفترض بأن عينة عشوائية، الآن مثال بأطبقه، عينة عشوائية سحبت بحجم n يساوي 11 أسرة، فكانت بياناتها عن المتغيرين x و y، هنا الدخل الشهري وهنا الإنفاق الشهري كما ذكرت في بداية المثال السابق كما في الجدول. الآن هنا XI هذه قيمها، YI هذه القيم، حاصل ضرب X في Y هذه قيمها، وحاصل تربيع XI هذه القيم. الآن تعطينا المجموع هنا مجموعها يساوي 454-850، هنا مجموعها 334-570، مجموعها هون 1545، هنا مجموعها 2120. بتعويض القيم المعلومة، هنا عندي الآن هذا معلوم هذا معلوم هذا معلوم هذا معلوم، إذن هذه القيم معلومة، يبقى عندي فقط مجهولين A و B. الآن بتعويض القيم المعلومة في المعادلتين 1 و 2 نحصل على ما يلي 1540 تساوي 11 A هات زائد B هات مضروبة في 2120. معنى ذلك بأن 11 A هات زائد 2120 بها تساوي 1545، نقلتها فقط لا غير، يعني غيرت بس يعني وضعت هذا على الطرف الأيسر وهذا على الطرف الأيمن. الآن المعادلة الثانية 33-45-70 تساوي 2120 في إيه هات بالتعويض فقط لا غير هنا زائد 45-48-50 في بي هات تساوي طبعا هذا يؤدي إلى 2120 إيها زائد
45 48 50 في بي هات تساوي فقط نقلت القيم، فقط نقلت القيم هنا تساوي 33 45 70. الآن هذه القيمة y hat هي هذه، ها مجموع y hat هذه ذكرتها هنا، والآن n هذه 11 و xi مجموعها 2121 من هنا طبعا، وأخيرا 33 45 70 أتيت بها من هنا، ومجموع المربعات هنا اللي هو 45 48 50، ما يعني بأن لدينا معادلتين آنيتين بمجهولين هما A hat و B hat. الآن طبعا سأوضحها الآن بعد قليل لأنه الآن شكلها شوي كبير ومرعب، لكنها بسيطة جدا أبسط مما تتصور أخي المتابع. يمكن لنا أن نحصل على حل لكل منهما كما يأتي. الآن يمكن وضع المعادلتين بصيغة مصفوفات. هذه المعادلة الأولى 11 A hat زائد 2120 B hat تساوي 1545، والمعادلة الثانية 21 20 A hat زائد 4 5 4 8 5 0 B hat تساوي 33 45 70. هذه الآن أخذنا قيم المعلومة 11 21 20 21 20 45 48 50 وضعناها في مصفوفة، وهذه A hat B hat E hat B hat E hat وضعناها بمتجه تساوي الشرط أو القيد 15 45 33 45 70 هنا. هذا الآن 2 في 2 طبعا أبعاد هذه المصفوفة، أبعاد المتجه 2 في 1 وهذا المتجه 2 في 1. هذه المصفوفة X ترانسبوز X كما ذكرت قبل قليل، وهذا المتجه بيتا، وهذا الآن المتجه XY X ترانسبوز Y. هذا دائما وأبدا المصفوفة X ترانسبوز X سواء ثنائية يعني أبعاد من 2 في 2 أو ثلاثية أو رباعية شو ما كان بتكون مصفوفة متماثلة دائما، يعني القطر يختلف لكن الأطراف يمين ويسار القطر بتكون متماثلة. هذا متجه المعلمتين المجهولتين، وهذا القيد هو الشرط اللي هو يعني بمعنى آخر 11 A hat زائد 21 21 20 B hat يجب أن تساوي هذه القيمة، وكذلك الأمر هنا يجب أن تساوي هذه القيمة. نستكمل الآن نحصل على حلول لهذه المنظومة الآنية simultaneous system بواسطة الخطوات الآتية. أولاً حساب محددة المصفوفة X، هذه الآن determinant of X اللي هي debt المصفوفة الأول 11 21 20 21 20 45 48 50 الآن محددها هكذا، طبعاً يضرب هذا العدد في هذا العدد مطروح منه حاصل الضرب هنا كما ذكرت هنا ويساوي 508950. هاي الآن المصفوفة X المتماثلة. ثانيا الآن أما مصفوفة العناصر المشتركة كوفاكتور ميتريكس كما ذكرته في مقطع المخصص للمعكوسة المصفوفة، يجب أن نحصل على ما يسمى بالكوفاكتور ميتريكس والمصفوفة المجاورة الجوينت ميتريكس، فهما كما يأتي. الكوفاكتور يساوي بالحالة هاي، أرجو الرجوع للمقطع حتى يعني يكون شرحنا كثير مختصر في هذا المقطع، فبكون بالحالة هاي 45 48 50 الوحدة الأولى هنا سالب تأخذ قيمة سالبة، وفي طريقة يعني للتأكد من ذلك أرجو الرجوع إليها في مقطع، أرجو وأكرر مقطع المخصص لحساب المصفوفة المعكوسة، وهنا لأنها متماثل لكن إشارة سالبة في 11. هلأ الآن هاي إذا أخذنا لها ترانسبوز كلها تصبح ما يسمى بالأجوينت ماتريكس أو المصفوفة المجاورة، فلأنها متماثلة تبقى كما هي. الآن ثالثا وأخيرا حساب المصفوفة المعكوسة بقسمة كل عنصر من الأجوينت ماتريكس اللي هو ترانسبوز أوف ذا كوفاكتور على الديترمينانس اللي هي قيمة محددة المصفوفة الأصيلة، بعطينا الآن المصفوفة المعكوسة وتساوي فاصل 987 فاصل 00145 60 لأنها متماثلة هذه القيمة نفسها، وهنا فاصل 0000 هي 25 بالمئة ألف جوز 216. نكمل الآن هاي المصفوفة المعكوسة. الآن الخطوة الأخيرة بضرب نتيجة المصفوفة المعكوسة المصفوفة وهي هذه القيمة بX ترانسبوز Y كما ذكرت، وهي 15 45 33 45 70 نحصل على النتيجة
وهي أنه قيمة المعلمتين اللتين نريد أن نقدرهما، ألفا هتوبيتها تكون سالب 12 86 43 طبعا فاصلة، وهنا فاصلة 80 182، أي أن A هات تساوي سالب 12.6843 و B هات تساوي موجب فاصلة 80182، ما يعني بأن شكل الدالة يكون هذه شكل الدالة الآن Y I هات المقدرة هذه تساوي سالب 12.6843 زائد أو موجب فاصلة 80182 في X I، هذه المعادلة التي قدرنا معلوماتها وهذا الشكل البياني الذي يدل عليها. الآن لنأخذ مثالا آخر على الانحدار المتعدد لكن بتطبيق الميتريكس. تقدير معلومات نموذج خطي من متغير مستقلين، نفترض وجود البيانات الآتي عن المتجهات y i و x i 1، يعني هذه x الأولى x الثانية و y هي هذا متغير مستقل وهذا متغير مستقل آخر، ف y i تعتمد على متغيرين مستقلين هما x i الأولى x i الثانية. هذه البيانات y أخذت القيم 0 2 5 10 12 20، xi الأولى أخذت القيم 1 2 3 4 5 6، و xi 2 أخذت القيم 1 1 7 10 15 16، قيم عشوائية. الآن هذا هو المتغير التابع، هذان المتغيران xi الأولى والثانية هما المتغيران المستقلان. المطلوب تقدير معلومات نموذج خطي من الشكل الآتي، الآن yi تساوي الآن بيتا سبنات اللي هي نقطة التقاطع العمودية، وهذا طبعا بيكون شكله يعني من ثلاث أبعاد لأنه هناك متغيران مستقلة متغيرين مستقلين xi الأولى xi الثانية وعندي المتغير التابع yi. فالآن هذا هو الآن نقطة التقاطع، عند الآن الميل الأول للدالة يعني إذا تغير xi الأولى، والآن الميل الثاني إذا تغيرت الآن xi الثانية، وهذا الآن كلياته ليس xi، أقصد الدالة كلياته هي عبارة عن سطح كما يلي تقريبا، سطح بثلاث أبعاد، هي xi الأولى xi الثانية، وهنا الارتفاع بعطيني yi، وهذا تقريبا الشكل الذي نحصل عليه من ثلاثة أبعاد. ما يعني بأن المصفوفة X تكون كما يأتي، الآن مصفوفة X تساوي طبعا هنا 1 1 1 لأنه عندي بيتا هذه ليست مضروبة بأي شيء فنعوض عنها واحدات، وهذه قيمة XI الأولى اللي هي 1 2 3 4 5 6 هنا، و XI الثانية هذه القيمة تبعتها 1 1 7 10 15 16، إذا أخذناها منقولها نحصل على هذه المصفوفة X transpose، يعني هذه مضروبة في هذه ضربا قبليا يعطينا بالحالة هاي المصفوفة، هذه تذكروها هي عبارة عن حجم العينة مجموع XI الأولى مجموع XI الثانية. لاحظوا لي هنا شوف التماثل، لاحظوا التماثل، هذا الآن يتماثل مع هذا وهذا يتماثل مع هذا وهذا يتماثل مع هذا، وهنا الآن القطر الرئيسي بيختلف، فبعطيني بالقطر الرئيسي أن مجموع XI الأولى تربيع مجموع اكس اي الثانيه تربيع، وهنا طبعا اكس الاولى لحالها هنا اكس اي الثانيه لحالها، هنا هذه متماثله مع هذه وهذه متماثله مع هذه وهذه متماثله مع هذه، النتيجه بتكون طبعا الواحدات هنا عفوا هنا هذا الصف مضروب في هذا العمود بيعطينا 6، هذا الصف بهذا العمود بيعطيني 21، هذا الصف بهذا العمود بيعطيني 50، وهكذا. فبتكون X transpose X هذه هذا هو الآن القيمة المطلوبة. طبعا هنا المجاميع وضعتها بشكل منفرد اللي هو مجموع YI تساوي 49 لأن نحتاجها، مجموع حاصل ضرب YI في XI الأولى وجمعناها بكون 239، حاصل ضرب YI في XI الثانية مجموعها يساوي 637. نكمل الآن، فالخطوة الأولى لإيجاد حلول المصفوفة هي إيجاد محددة X transpose X باستخدام الطريقة التي استخدمناها في المثال السابق والأمثلة التي قدمناها في المقطع المخصص للمصفوفات والمحددات. نجد بأن الديترمينت اللي هو محددة المصفوفة X transpose X يساوي 10010 10 10 10010 أو عفوا 1010 1010 أعتذر
أما مصفوفة العوامل المشتركة والمصفوف المجاور فتكون كما يأتي: الكوفاكتور اكس ترانسبوز اكس يساوي هذه القيمة. الآن إذا الآن أخذنا منقول كل هذه المصفوفة ستبقى كما هي كما ذكرت، فبعطيني بالحالة هاي هذه القيمة. بنقسم الآن بقسمة كل عنصر من الأدجوينت اللي هذه الآن المصفوفة المجاورة على على محددة المصفوفة 1010، فبتكون بالحالة هاي المصفوفة المعكوسة وقيمة المعلومات مقدرة كما يأتي. الآن هذه المصفوفة المعكوسة تساوي كذا كذا، عندي هنا هذه القيم. ما يعني الآن إذا ضربنا المصفوفة المعكوسة في X ترانسبوز Y بعطيني بيتا نوت، بيت الأولى بيت الثانية، ويساوي بالحالة هذه القيم. هذه القيم الآن ما يعني بأن الدالة التي قدرنا معلوماتها يكون شكلها كما يأتي: Y hat تساوي سالب 6 38607 زائد موجب 4.864 سالب فاصلة 28710. طبعا هو مضروب في اكس اي الاولى ومضروب في اكس اي الثانية. شكرا لكم على حسن متابعتكم. سيكون بإذن الله تعالى المقطع القادم عن أمثلة إضافية عفوا حول الانحدار المتعدد وحساب معامل التحديد R square coefficient determination، ثم اختبار الفرضيات hypothesis testing حول قيم المعلومات المقدرة. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.